أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول المولى عز وجل في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. All praise and thanks is due to Allah, and I bear witness that none is worthy of worship but Allah. And I bear witness that Muhammad صلى الله عليه وسلم is his last prophet and messenger. Muhammad صلى الله عليه وسلم fulfilled the trust, conveyed the message, and struggled for the sake of this deen until he met his Lord, Allah subhanahu wa ta'ala. May the peace and the blessing of Allah be upon him, his family, his companion, and those who follow his path until the day of judgment. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, or Allah subhanahu wa ta'ala, in a command in the Quran, commanding the believers in the closest meaning, saying, "O you who believe, fear Allah as He should be feared, and die not but in a state of a total and peaceful submission to Allah subhanahu wa ta'ala." The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in the hadith,
All my ummah will enter al-Jannah except those who refuse, and they said, who will refuse such an offer, Ya Rasulullah? He said, sallallahu alayhi wa sallam, those who obey me will enter al-Jannah. Those who disobey me, it's as if they have refused to enter al-Jannah. Today's khutbah, inshallah, is falling into the fold of all of the khutab, or the talks, or the lectures, or the khatiras, or dealing with the Muslim, dealing with shaping the Muslim identity. And the Muslim at the level of aqidah, and the Muslim at the level of ibadah, and the Muslim at the level of akhlaq. It's also in this khutbah, or the khutab, we're talking about the three relationships that each and every one of us has. The relationship with the Creator, Allah subhanahu wa ta'ala, the Creator, the relationship with oneself, and the relationship with others. This is what the whole Islam actually revolves around these. The whole teaching of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam revolve around these pillars or these factors that I have just mentioned. الغرض من هذه الخطب أو الدروس أو الخواطر أو التذكرة كل ما أتطرق إليه فالقصد فيه هو ثلاث أشياء. أولا عقيدة أو هي يعني ثلاث أشياء نعم هي عقيدة المسلم أن تكون عقيدة سليمة يعني في الخطبة في حد ذاتها في الآيات في الأحاديث في هذا الغرض الأساسي هو العقيدة السليمة ثم العبادة الصحيحة ثم الأخلاق الحميدة هذه هي عقلية المسلم وهذه هي شخصية المسلم يعني تكوين شخصية المسلم تكون مبنية على هذه الأسس الثلاث وفي نفس الوقت وفي آن واحد أركز على العلاقات الثلاث العلاقة بين العبد وربه والعلاقة بين المرء ونفسه والعلاقة بين المرء وغيره يعني هذه الأشياء ندندن حولها وهذا هو الإسلام يعني الأسلاف فلك الإسلام يدور حول هذه الأشياء عقيدة عبادة أخلاق وإن درست الإسلام من ألف إلى الياء فلن تجده يتكلم إلا على الثلاث والعقيدة هي أول شيء وهي التي ابتدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم أنا سوف أتطرق إلى وسيلة من هذه الوسائل التي تساعد المرء على تكوين هذه الشخصية المسلمة من الوسائل المتعددة لكن هذه الوسيلة هي اليوم إن في خلق من قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار المقال اليوم وفي هذا المقام هو على ذكر الله عز وجل لأن الإنسان إن لم والذكر بمعناه الشامل وليس الذكر بمعناه ذكر اللسان ذكر اللسان هو الذي التسبيح تسبح الله سبحانه وتعالى وتحمد الله عز وجل وتهلل وتحوطل وإلى آخره هذا التسبيح باللسان لكن الأكثر يعني أهم من التسبيح باللسان هو أن تذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحوالك ومن التفسيرات لهذه الآية أنه ما اسمش أنك تذكر الله سبحانه وتعالى قائما تسبح نائم تسبح قاعد تسبح بل تذكر أحكام الله عز وجل في حياتك كلها كل أو قبل أن تتصرف أي تصرف تذكر الله عز وجل تذكر الحلال والحرام تذكر رقابة الله سبحانه وتعالى عليك هذا هو الذكر المقصود
تذكر الله عز وجل وأنت في بر والديك، تذكر الله سبحانه وتعالى وأنت المرأة في حسن تبعلها لزوجها، تذكر الله عز وجل وأنت تنفق على عائلتك، تذكر الله عز وجل وأنت تحسن معاشرة الناس، تذكر الله عز وجل وأنت تألف وتؤلف، تذكر الله عز وجل، تذكر الله عز وجل في كل أحوالك. هذا هو القصد. ولهذا تأتي الآية التي من بعد ألا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، إن بداية المشوار هي الذكر باللسان، بداية المشوار، المشوار عنده بداية، وهذا مشوار الذكر بدايته باللسان، لكن بآخر المطاف ما وقر في قلبك، ما وقر في قلبك من إيمان تذكرت به أحكام الله عز وجل في حياتك على كل أحوالك، مريضا ومعافى، كبيرا وصغيرا، ذكرا وأنثى، في حلك وفي ترحالك، في كل أحوالك تذكر الله عز وجل، وهذا الذي تكون ثمرته هو القلوب المطمئنة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والجميع مسلم، يعني المسلم والكافر، المسلم والكافر غايته الأولى في هذه الدنيا هي الطمأنينة، لكن منا من يسعى إلى طمأنينة النفس والقلب بأمور دنيوية ولن ينالها، ومنا من يسعى إلى طمأنينة القلب بأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع، والذي أو الفطن الكيس هو الذي يسعى إلى طمأنينة القلب بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. My brothers and sisters in Islam, like I said, we have three objectives, main objectives. One which is the creed, the worship, and the morals. These three objectives, like they are like a tripod. You look at this camera, it's standing on a tripod. Tripod means three parts, three legs. If you want this camera to stand up, which is the similarity of me as a Muslim and you as a Muslim with the right identity, you need a tripod. The tripod is your aqidah, your ibadah, and your akhlaq. You cannot stand it on one or two. You have to stand it on three if you really want to stand properly and to stand before Allah Azza wa Jal on the Day of Judgment and be able to answer Allah subhanahu wa ta'ala the right answers. And today I will talk about one of the means that help us stand and shape this Muslim personality. One of the means that is we need to take care of is in the words of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, indeed in the creation of the heavens and the earth and in the alternation of night and days are signs for those of understanding. Ulul albab, lub, عنده عقل, يعقل به. الذين, who remember, those who remember Allah while standing or sitting and lying on their sides, giving thoughts to the creations of the heavens and the earth. Our Lord, you did not create this aimlessly. Exalted are you, then protect us from the punishment of the fire. So in these verses, you see that Allah subhanahu wa ta'ala is talking about two things. He's talking about those who remember Allah subhanahu wa ta'ala, and he described them as those who are of understanding, ulul albab. But those who remember Allah subhanahu wa ta'ala while standing and sitting and lying down. This is actually has two explanations in the tafsir. One which is we're talking of the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the lip service. Meaning that you do the tasbih 33 times, you do the alhamd 33 times, you use your lips or your tongue to do the remembrance of Allah Azza wa Jalla.
But this is just one form. There is a deeper form of the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala that you do in all of your states. في كل أحوالي. Which is the remembrance of you as a servant and a slave of Allah Azza wa Jal. That you remember you are nothing but in the servitude of Allah subhanahu wa ta'ala, lil'ubudiyah. You remember in every moment and every time you're about to do something, you remember the words of Allah subhanahu wa ta'ala. You ask yourself, is it halal? Is it haram to do this? Is it halal? Is it haram to say this? Is it halal? Is it haram to behave like this? Is it halal? Is it haram to believe like this? Is it halal? Is it haram to deal with people like this? This is the true remembrance that Allah subhanahu wa ta'ala wants us to establish in our life. There is no need for my lip service and your lip service with me and you doing whatever we want on in every other aspect of our life. Yes, the lip service or the remembrance with the tongue, it is the beginning of the road. It is the starting point of this remembrance. But it's not all of it. It has to go beyond just remembering Allah subhanahu wa ta'ala with our tongue. هذا بالنسبة للمفهوم الذكر مفهوم أن تذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنب. الآن الذكر هذا الذكر الذي يوصل الإنسان هذا الذكر باللسان الذي يوصل الإنسان إلى أن يصل إلى مرحلة أنه ذاكرا قائما وقاعدا وعلى جنبه في كل أحواله في حله وترحاله هو قضية أخرى هي قضية طلب العلم هي مجالس الذكر هي أن تذكر الله عز وجل وهي مرحلة متقدمة تبدأ ممكن بالتسبيح ثم تأتي إلى مجالس الذكر التي عزف عنها كثير من الناس اليوم يسأل حال الإنسان لماذا؟ لماذا الأمة أو الجالية هيك؟ لأنه سبحان الله يعني في ولما تقارن بين القرون الأولى والقرون المتأخرة تجد الفرق الشاسع أو الفرق الوحيد هو طلب العلم القرون الأولى كان ترتيب طلب العلم هو الأول في أولويات اليوم في هذه القرون طلب العلم ومجالس الذكر هو آخر ترتيب انقلب الهرم مقلوب الهرم عوض أنه يقعد على القاعدة البيس لا الهرم موجود على رأسه وهذا الإشكال اللي عندنا اليوم بس اسمع لحادث النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل في ثمرات مجالس الذكر وأختم هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة هاي الطمأنينة اللي حكينا عليها في ألا بذكر الله تطمئن القلوب وغشيتهم الرحمة زيادة على السكينة والطمأنينة تخشاهم الرحمة ثم حفتهم الملائكة ثم ذكرهم الله في من عنده مجالس العلم التي يعزف عنها كثير من الناس فيها خير كثير فيها السكينة فيها الرحمة فيها الملائكة وفيها الذكر يعني أنت يا فلان يا فلان يا ابن فلان تذكر عند الله عز وجل بل في حديث آخر يباهي بهم الملائكة في حديث آخر يباهي بهم الملائكة بل في حديث آخر في روايات أخرى هم القوم لا يشقى بهم جليس هذه المجالس التي ممكن نمر عليها مرور الكرام خيرها كثير ونفعها كثير ومتعد كثير متعد يعني مش لازم فقط وإنما كثير متعد لغيره ولهذا الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليس My brothers and sisters in Islam, one of the means that actually was supposed to be the main objective of this, it is the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When we look at the ummah today,
and we see what's happening in the Ummah, and we'll see, and if we compare it to the previous nations or to the our ancestors, the further we go away from the prophethood era, the further we're going from al-dhikr. We're going from not just any dhikr, but the dhikr which is the seeking of knowledge. Because in order for me, because if you stop at the lip service, you will never get to the point that I mentioned where you are remembering the halal and the haram and all of your states, but you need to seek that knowledge. You need to find those gatherings of seeking knowledge. If you find them, then you find that status that you are looking for. And that status, to show you that the fruits of it, one of the hadith of the Prophet ﷺ said that there are no people who sit down remembering or yatadarasuna, studying the book of Allah subhanahu wa ta'ala, unless sakina, tranquility, will sit down on them. Rahmah will encompass them. Malaika will surround them. Allah subhanahu wa ta'ala and His Majesty will mention your name and my name and those who sit in these gatherings in a better gathering of al-Malaika. But in another narration, that he will say, I am proud, imagine, I'm proud of such people. Allah Azza wa Jal, يُبَاهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْمُتَذَاكِرِينَ الْمَلَائِكَةِ. يعني الله عز وجل انظروا إلى عباده. Look at my people. This is in the other hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم. Look at my people. They left everything. Today at Jumu'ah, you left everything. You left your businesses and you are here. Malaika are here. Rahmah should be here. Unless you are a deprived individual. Unless أنك أنت محروم. هذه قضية أخرى. المحروم الله غالب، شو نعمل؟ محروم، حارم نفسه، وإما ممكن قاعد في مجلس ذكر وحياته في مكان ثاني. قاعد يسجد، ممكن واحد ممكن يكون ساجد لله عز وجل وسجدة هذه تلعن. مش قضية صفاء القلوب، قضية إنك تكون في مجلس ومستحضر النية، مستحضر هذه هذا الخير الكثير. ويذكركم الله من عندي في حديث آخر that ملائكة comes to the when they come back to Allah عز وجل say there is such and such, he's there not because he is there for the ذكر, but he's there because he has a business deal. He showed up in Jumu'ah or in the حلقة or in a درس because of the deal. But he sat down with the people. So Allah سبحانه وتعالى will say هم القوم, they are the people. Whoever sits with them will benefit from their gathering. Yes, he did not come for a noble reason, but he will benefit from just sitting with the people who are in the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والارض وما بينهما يا رب. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم يا رحمن السماوات والارض, يا حي يا قيوم, يا من لا تاخذه سنه ولا نوم. اللهم لا تدعنا في يومنا هذا, في بيتك هذا, في مجلسنا هذا, ميتا لنا إلا رحمته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا ضالا إلا هديته, ولا عائلا إلا أغنيته, ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه, ولا هما إلا فرجته, ولا ذنبا إلا غفرته, برحمتك يا أرحم الراحمين, ولا تائبا إلا تقبلته, ولا عاصيا إلا رددته إلى دينك رب جميلة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم احينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ردنا إلى بيوت تلك ردا جميلة. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وانزل من عندك الشفاء.
لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا استووا تراصوا اعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله من حمده. الله أكبر. الله الله الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني الله يرضى عليكم، الالتزام بهذه اللوائح تبع المسجد تبع لحماية الناس تمام هذه والمصلايا، الله يرضى عليكم، فبدناش المخالفة لأنه فيها إحراج لنا ولكم، فالله يجزيكم الله خير. يعني ممكن الأنف يعني sometimes it's difficult غطي بس الفم عشان الدروبلتس ما يروحوش، يعني ممكن التنفس خلي على الأنف مفتوح، بس الله يرضى عليكم نلتزم لأنه إحنا بنتبع بقوانين احترازية، لا ضرر ولا ضرار، الله يجزيكم الله خير. Please, my brothers and sisters, just follow the instructions, especially with the mask, because we're just following the rules, and we don't want to be just arguing with anyone. Yes, no, this, that. Please, just let's respect each other and use it. If you can't breathe or something, just use it for the mouth. At least you avoid the droplets to go to somebody else. That's it. So you don't harm and you don't be harmed, which is the hadith of the Prophet ﷺ. Jazakumullah khair. والله يقبل منكم.